بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نكمل إن شاء الله chapter 5. الآن بدنا نأخذ مثال الإليفيتر. عندي بهذا السؤال جسمين مشبوكين ببعض بحبلين مختلفين. طبعا هذا الحبل وهذا الحبل ما هم نفسهم، إذن لما أجي أسمي بسمي هذا tension 1 وهذا tension 2. فبدي أرسم 2 free body diagrams للجسمين. الآن تعال نشوف، نقرأ السؤال ونشوف شو طالب. Two blocks each of mass m، إذن تنين إلهم نفس الكتلة m، 3.5 كيلوغرام، are hung from the ceiling of an elevator. هذا مصعد. بحكي لي إذا الإليفيتر moves with an upward acceleration، إذن عم تزداد سرعته باتجاه الأعلى، تمام؟ ففي عندي زيادة بالسرعة للأعلى، مقدارها 1.6 متر لكل سكند تربيع. هذا مين؟ الفرع A. Find the tension T1 and T2. فبالفرع A بده إيش؟ T1 و T2. تعال نشوف الآن. قبل ما نبدأ لازم أروح أرسم 2 free body diagram. تعال نبدأ بالfree body diagram الأول، تمام؟ اللي هو حاخذه للجسم العلوي، فحقصه، أخص من هون، تمام؟ فبالتالي أنا عندي الجسم M، هذا M، إلو وزن mg وهي سميناها fg. في عندي التنشن للأعلى t1 وعندي t2. هلا لاحظوا هون مهم جدا، أنا هذا الحبل بشد الجسم للأعلى، لكن في حبل من تحت بشد هذا الجسم لوين؟ للأسفل. ليش؟ لأنه مرتبط بالكتلة اللي تحت، والكتلة اللي تحت بتدفع كل شيء للأسفل. فالإم هذا الأعلى، الإم البلاك الموجود فوق بيشوف إنه الحبل اللي تحتيه عم بشده لتحت. طبعاً ليش بشده الحبل اللي تحتيه لتحت؟ لأنه موصول مع كتلة أخرى، وهي الكتلة وزنها للأسفل. فإذا منيجي منحكي الكتلة هذه، الحبل هذا بشده للأعلى، الحبل هذا بشده للأسفل، وفي وزن هاي الكتلة. فإذا في ثلاث قوى، إذا في عندي قوة تانية لتحت مقدارها إيش؟ T2، تمام؟ هذا free body diagram الأول. free body diagram الثاني تعال نحطه هون، اللي هو للجسم هذا، تمام؟ هذا الجسم زي ما شايفين، بس في عندي هون حبل، عندي فقط هذا الحبل وعندي الكتلة هاي. إذا حيكون بس في عندي قوتين، قوة لتحت mg، تمام؟ طبعا أنا كتبتها نفسها mg لأنه نفس الكتلة نفس الجسم، وفي عندي وزن الشد للأعلى ومقداره كم؟ T2. طبعا مين أسهل؟ أسهل إني أبدأ بfree body diagram الثاني. فباجي بحكي مجموع، تمام؟ for fvd2، مجموع الفورس باتجاه الواي شو بتساوي؟ الآن شو حكى لي؟ الأكسليريشن لهذا لفوق والأكسليريشن لهذا لفوق. ولاحظوا شغلة، إنه الجسمين لهم نفس الأكسليريشن لأنه مرتبطين ببعض كأنهم جسم واحد، تمام؟ يعني هذول الأجسام كلهم مشبوكين مع بعض، والإليفيتر عم بصعد للأعلى، فالإليفيتر بصعد بالأكسليريشن هذا، فإذا الأجسام كلها بتشوف نفس الأكسليريشن. فمنيجي بنحكي مجموع الفورسز باتجاه الواي إيش بيساوي؟ M في A، صحيح؟ طالما إحنا بنحكي على الجسم الثاني فإحنا بناخد هذه الام، يعني لو كانت هاي M2 بنسمي هنا M2، لكنها M فحطناها M مباشرة. الآن يلا نيجي نشوف شو مجموع الفورس باتجاه الواي. الآن باجي بطلع على القوة اللي رسمناهم هون. دائما الطرف الأيمن MA هذه ثابتة، ما إلها دخل بأي قوة موجودة هون. الآن لما أجي بدي أحط مجموع الفورس باتجاه الواي باجي بطلع هذول القوة. أنا عندي كم قوة؟ قوتين. مين مع اتجاه الـ A؟ اللي هي T2، فابدأ فيها. فباجي بحكي T2 minus اللي هي FG اللي هي MG إيش تتساوي؟ MA. وهذا يعتبر إيش؟ الأول. أنا مكاني هيك أطلع T2 بنقل الـ MG لهناك، فبتصير عندي T2 شو بتساوي؟ MG زائد MA. بدكم تطلعوا الـ M عامل مشترك بصير، طبعا أنا عندي الـ M معروفة والـ G معروفة، هذه المعادلة رقم كم؟ 1. طبعا كم مجهول أنا عندي؟ عندي مجهولين، الـ T2 مجهول وعندي الـ A مجهول، لا الـ A معروف، فإذا مباشر بقدر أطلع من هون الـ T2.
صحيح، بقدر أطلع مباشرة T2، فما في داعي حتى أسميهم هذا الرقم واحد لأنه الـ A معروف. هنشوف بالفرع B، لما نيجي للفرع B حيكون إيش؟ أحدهم مجهول، فبنروح بنحل معادلتين. الآن T2 إيش بتساوي؟ M حكينا مقدارها 3.5، صحيح 9.81 هاي تسارع الجاذبية الأرضية، زائد M اللي هي 3.5 في الاكسلريشن. كم معطيني اياه؟ A have a magnitude of 1.6، اذا في 1.6 ونحسبها مباشرة، فبتطلع T2 ايش بتساوي؟ 3.5 ضرب 1.81 plus 3.5 ضرب 1.6 اللي هي 39.9 نيوتنز. تمام، الآن بنروح على الجسم الثاني. الآن لمين؟ free body diagram 2. زي ما شايفين free body diagram 2 في عندي قوة قوتين ثلاث وعندي acceleration. مبدئيا نبدأ عادي بالمعادلة اللي هي ايش؟ مجموع الفورسز باتجاه الواي ايش بتساوي؟ m في a. طبعا برضو هنا اخترت m في هاي الحالة لأن الجسم الفري بودي ديجرام الأول برضو فيه الكتلة M. الآن شو القوى؟ عندي ثلاث قوى، عندي قوة للأعلى قوتين للأسفل اللي مع اتجاه الـ A وهي T1، فبنبدأ بـ T1 بعدين minus T2 minus MG. شو بتساوي؟ ليش؟ لأنه T2 و MG للأسفل هون في مرة يساوي. الآن إيش؟ هذا كلها يساوي MA. خلص أنا عندي كل الأشياء معروفة مع دمين T1 مجهول، فبنقول هذا للطرف الأيمن وهذا للطرف الأيمن، فبتصير عندي إيش؟ T1 إيش بتساوي؟ T2 زائد MG زائد MA. إحنا أوريدي طلعنا أصلاً T2 مطلعينها اللي هي 39.9 زائد MG زائد MA، أوريدي حاسبينها طالما إنها نفس الكتلة. هاي إذا شايفين هون من قلنا إلى هون MG زائد MA هي نفسها T2، يعني كأنه T1 كأنه هذا الحبل، تمام، بيشوف الكتلة هاي والكتلة هاي بتشده لتحت، وكأنه إيش يعني ممكن حتى لو هذا الحبل مش موجود أجمع الـ M مع الـ M فتصير كتلة واحدة، وهذا الحبل بيشوف هاي الكتلة مضاعفة طبعا لأنها M وM 2M، فكأنه إيش هذا الحبل حيتحمل ضعفي هذا الحبل. احنا من حسبتنا هون بطلع ايش؟ plus 39.9 اللي هي كم؟ 79.8 نيوتنز. اوكي هذا الفرع A. الفرع B تعال نشوف شو طالب الفرع B. فرع B بحكي لي if the string can withstand a maximum tension of 85 نيوتنز. What maximum acceleration can the elevator have before a string breaks? بديك تلاحظ الشغلة هلا، أنا عندي هنا حبلين، مين الحبل اللي بتحمل وزن أعلى؟ حكينا هذا من السؤال قبل، هذا تحمل 39.9، هذا أكيد يتحمل أكثر. ليش؟ لأنه هذا بشوف وزن وزنين بأثروا فيه لتحت، وفعليا إحنا من خلال حل تبعنا طلعنا إنه بتحمل كم؟ 79.8. فإذا لما يجي يحكي لي هون شو بحكي لي؟ بحكي لي إذا السترينجز كان ويستاند أ ماكسيموم تنشن، يعني الحبلين بتحملوا أقصى حد من التنشن اللي هو أقصى شد مقداره 85، مين الحبل اللي حينقطع أول؟ أو مين الحبل اللي بتحمل إيش؟ شو اسمه اللي ممكن ينقطع أول؟ أكيد الحبل هذا الـ T1. ليش؟ لأنه عليه وزن أعلى، فإذا باجي بحط الـ 85 على هذا الحبل. لو أنا حطيت إنه الـ 85 بمثل لي الحبل الثاني، هذا الحبل حيكون إيش؟ حيشوف وزن أكثر من الـ 85، وبالتالي إيش؟ ما منحقق الشرط اللي حكالي. حكالي هو الشرط انه الحبلين لازم يشوفوا اقصى حد 85، فبالتالي انا باخذ الحبل اللي اصلا حيشوف وزن اعلى هو اللي بحطه 85، فبالتالي كأنه if the string can withstand a maximum tension of 85 كأنه بحكي لي T1 يساوي 85.
مهم جدا تحللوا الكلام اللي بحكيه. الآن شو بده؟ بده الأكسلريشن. إذا هنا الـ A مجهول لكن الـ T1 إيش؟ معروف. فبنرجع عندي الـ T1 إيش تتساوي؟ خلينا نحطه كمعطى 85 نيوتن، صح؟ الآن لو اطلعت، طبعا أنا هستخدم، ما هجيب معادلات جديدة، هستخدم هاي المعادلة وهستخدم هاي المعادلة، هاي المعادلة وهاي المعادلة، معادلتين هذه وهذه. أنا عندي هاي فيها إيش؟ T2 MG وMA وT1، هذه أصلا فيش فيها T1، تمام؟ فباجي بمسك هاي المعادلة اللي هي T1 minus T2 minus MG، شو بتساوي؟ MA، صحيح؟ أنا بالنهاية بدي A، وبمسك هذه المعادلة اللي هي T2 إيش بتساوي؟ MG زائد MA، فبعوض مكان T2 هون، بدي أعوض مكان T2 قيمتها اللي هي هاي، تمام؟ فباجي بحط T1 ماينس مكان T2 إيش؟ بين قوسين بحط MG زائد MA ماينس MG إيش بتساوي؟ MA. نوزع السالب هون، هذا السالب بتوزع على الداخل، طبعا زي ما حكينا هاي هي نفسها هاي، لأن هذا السالب بوزعه على الداخل، فبتصير إيش؟ T1 ماينس MG ماينس MA ماينس MG إيش بتساوي؟ MA. الآن أنا بالنهاية بدي أوصل لهاي، طبعا T1 هو اللي معروف حكينا، هي T1 اللي هو عبارة عن 85 نيوتن. فخلينا نقول هاي، لأنه هي بالنهاية الأكسلريشن هو المجهول، فبنقول هاي لهناك، شو بتصير؟ بصير 2MA، صحيح؟ وعندي T1 ماينس، عندي هنا MG وعندي ماينس MG، طالما أنه نفس الشيء بجمعهم، فبتصير ماينس 2MG. يلا الآن أنا بدي الأكسلريشن بالنهاية، فبقدر أقسم الطرفين على كام؟ على 2M، وهون كامل بقسم على 2M، فبتطلع بالنهاية اللي هي الأكسلريشن إيش بتساوي؟ T1 minus 2MG على 2M. إذن الأكسلريشن طبعا هذا الماكسيموم، لأنه إحنا حطينا الماكسيموم تنشن اللي بتحمل الحبل. T1 أوردي أعطاني اللي هو الـ 85 minus 2M، أعطاني اللي هو حكينا 3.5، أيوه 3.5 في 9.81 على 2 في 3.5، فبطلع ندخلها بالكالكوليتر، بطلع الـ acceleration 2.33 متر لكل سكند سكوات. ممتاز، وهذا نهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك، ساعدونا إن شاء الله إنه نشر هاي الفيديوهات لأكبر عدد من الطلاب يستفيدوا. يلا يعطيك العافية والتوفيق.